اهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. حلقه جديده من برنامجكم مصر في ساعه. يا رب الخير ليكم ولبلدنا. جايب لكم احصائيه غريبه قوي، مش عارف عدت عليكم ولا لا. الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء طلع احصائيه خلال هذا الشهر انا شايف ان احنا محتاجين نتوقف امامها. المصري بينام 40% من عمره، يعني 40% من يومه. الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيقول لك متوسط عمر المصري النهارده 71 سنه ونص. 71 سنه ونص، 71 سنه ونص. بينام منهم 30 ساعه، 30 سنه. لو انت بتقسم النسبه كده هتلاقي نفسك بتنام 40% من وقتك. مفروض ان احنا بننام تلت عمرنا، يعني اليوم 24 ساعه، فانا بنام 8 ساعات في المتوسط، مفروض 6 7. الواحد لما بيكبر نومه بيقل. الثمان ساعات دي حاجه يعني زي ما بيقولوها شباب اليومين دول حاجه فشيخه. لكن ان انت تنام يا مفتري 40% من عمرك ده علامه او مؤشر. الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء رمى الارقام في وشنا ومشي من غير ما يقعد يحللها لنا. لا، لازم نحللها، لازم نعرف ايه اللي بيخلي المصريين في السنين اللي فاتت، لان البيان والاستبيان ده اتعمل على اخر سنتين، اللي مخلاهم رايحين يناموا كتير. اكيد ما عندهمش شغل، اكيد في بطاله، اكيد مكتئبين، لان المكتئب بيحب ينام كتير ويقول لك انا هصحى اعمل ايه، واذا صحي من النوم ينام تاني. انا عايز الحكومه تحديدا والدوله باجهزتها تقف قدام هذا البيان الخطير. هو طبعا الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء عامل لك دراسات اخرى حول هذه الارقام، يعني بيقول لك المصري بيعمل حوالي 7 سنين في العمل، ده من اصل 71 سنه. المصريين بيقعدوا 6 سنين، بيضيعوا 6 سنين من عمرهم في الكلام في التليفون والزيارات الاجتماعيه. المصريين بيقضوا 3 سنين بس من عمرهم في التعليم. بيقضوا الانشطه الدينيه 2 سنين. بيستهلكوا 3 سنين في النظافه الشخصيه. الأعمال المنزلية بتستغرق 7 سنوات من العمر. بيقعد 3 سنين في المواصلات، ده استهلاكك طول السنة. بس أنا توقفت للأمانة أمام فكرة النوم. أنا شايف إن المصري مكتئب، شايف إن المصري متضايق الآن، خايف من بكرة، عايز اللي يطمنه. شايف إن المصري لما بينام كتير، الإنسان لما بينام كتير ويروح لدكتور أول حاجة يقول له متضايق من حاجة، مكتئب، قرفان. انا شايف ان ده يا اخوانا دلالة خطيرة على ان الصحة النفسية للمصريين في السنتين 3 4 او تقريبا من اول 2011 مش زي ما هي. هل فقدنا الاحساس بالامان، بالامل؟ هل فقدنا الاحساس ببكرة مثلا؟ هل احنا محتاجين للحكومة تطمننا اكتر واكتر؟ هل احنا محتاجين من الدولة انها تطبطب علينا؟ اذا كان ده مطلوب، مفيش وظيفة للدولة اكتر من كده، انها تدلل شعبها. بس هل هي بتدلل الشعب فعلا؟ قلة نوم المصريين مؤشر خطير عن المزاج العام للمصريين. اذا كانت الامارات عملت وزارة كاملة للسعادة، احنا محتاجين في مصر، مش عايز اعمل وزارة يا عم للسعادة، بس عايز اعمل وزارة تطمن المصريين على بكرة، على مستقبلهم، على امانهم، على امالهم، على ولادهم، على لقمة عيشهم، على مسكنهم. كل ده يا اخوانا بقى مطلوب النهاردة. المصري لما بينام، انا تقديري لما في انسان يفقد 40% من عمره في النوم، فده تعبير عن رفض الواقع، انه مش عايز يصحى. تخيل لو انت وراك بكره الصبح رايح تقابل الحبوبه بتاعتك وقالت لك الساعه 3 الفجر قابلني بكره الساعه 9 الصبح، هتنام؟ مش هتنام. تخيل ان انت رايح بكره الصبح الساعه 9 تستلم وظيفتك الجديده بالمرتب اللي انت عايزه، هتنام؟ مش هتنام. تخيل ان انت 9 الصبح رايح تستلم عربيتك الجديدة، هتنام؟ مش هتنام. تخيل ان انت هتسافر بكرة عقد عمل يا عم في الخليج ولا في دولة اجنبية بالشيء الفلاني، هتنام؟ مش هتنام. قلة النوم ده تعبير عن احساس بالفرح، طبعا مش بتكلم على قلة النوم المرضي. وبالتالي زيادة النوم لهذا المستوى معناه ان احنا فعلا واصلين الى درجة من الاكتئاب او الضيق النفسي. انا شايف ان احنا محتاجين وزير لصحة النفسية للمصريين. هل يا ترى وزير الصحة ممكن يضع الصحة النفسية للمصريين
على قائمة أولوياته؟ أتمنى ده، بل أتمنى بدل ما أروح لوزير الصحة أروح لرئيس الحكومة. اهتم بالتقرير الأخير اللي طلعه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل بجدد التحية مرة أخرى بضيفي علشان أكمل معاه حواري، الكاتب الصحفي المتميز والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، علشان يمتعنا فيما تبقى من حكاويه حول دراما الشهر، ويقول لنا رأيه إيه في برامج المقالب والمسلسلات. نطلع فاصل. هذا البرنامج برعاية العقارية، بيوت وحياة. بجدد التحية بحضراتكم، ولا يزال حواري يتواصل مع الكاتب الصحفي والصديق العزيز الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. بجدد التحية بيك، ولازم كده شكسك في رمضان واقول لك، وانت عمال تكتب وعمال تنقد الفنانين، مش برضو بتتدخل العلاقات والمشاعر وبتقابله؟ كنت سهران معاه امبارح، ما تقوليش انت بشر برضه. بس بدايه ما بسهرش، بكلم مش بسهر مع نفسي، لكن ماليش شله على الاطلاق بسهر معاها على الاطلاق. ده رقم واحد. بعيدا عن السهر، المسارح بتيجي ازاي؟ انك مثلا معاك سيناريو، انك مثلا متجوز ممثله، انك ما عنديش حاجه زي كده، ما عنديش حاجه. ان انا مثلا عايز اربي علاقات مع النجوم عشان اجيبهم معايا في برامجي، ما عنديش برامج بجيب فيها نجوم. ما بعدش برامج، يعني ما عنديش حاجه تجعلني مكسور او محتاج ان انا. دي اول صفه لازم تكون في النقد الفني. انا هقول لك تستغرب، انا اول ما بدات صحافه، تعرف ايامينا ولغايه دلوقتي، بس كانت حاجه اسمها المكاتب، مكاتب مكاتب دول الخليج، صحف الخليج، تدي لها موضوعات تنشرها في الصحف الخليجيه وتاخد فلوس كويسه. يعني بقى مثلا انت مرتبك 50 جنيه او مكافئتك من المجله 50 جنيه، ممكن تاخد 200 300 جنيه. فالمهم، طب مكاتب الخليج قائمه على ايه؟ على حوارات مع النجوم. نعم. ليلى علوي، يسرى، زي ما انت عارف الاسماء الكبيره دي، نبيله بتاع. فانا لقيت نفسي هبقى مزنوق ليهم، مش هقدر اكتب عنهم وانا محتاجهم. انت دي تكلم نجم بيفتكر انك كتبت عنه ايه؟ مش كده؟ فليه كتبت عنه زي الزفت؟ مش هديك ميعاد. نعم. فانا اياميها وانا طالب في كليه اعلام قررت ان انا ادرس في معهد السينما عشان ابقى ناقد سينمائي واكتب عنهم، ما اكتبش حوار معاهم، انا اكتب عنهم. فبالتالي ابقى اعلى درجة من ان انا بعمل حوار. هي ملهاش درجة وظيفية، والنقد مش احسن من الصحف ولا اي حاجة، ولكن حسستني في منطقة مختلفة عن المنطقة اللي هم، فاقدر اتكلم عنهم ومش محتاجهم او معاهم حوارات. يعني فانا مذاكر قوي المنطقة دي وعارف
ان في حته ممكن يتلوي دراعك مهما كنت فير، فبعدت عنها بقدر المستطاع. كتاباتك دي خسرتك نجوم وعلاقات؟ طبعا في ناس كثيره لا تطيق ذكر اسمي مثلا، بتتضايق لما تشوف صورتي في حته، في ناس ما بتحبنيش. نجوم؟ وفي ناس مشاهير. عايز اقول لك يعني مثلا قريب يعني لسه هاني، كان هاني رمزي، هاني رمزي كان هاجمني بضراوه وقال عليا حقد، هو بيقول ما حصلش. بس انا شفتها في برنامج، لان انت كتبت ده على على برنامجه. لا ما كانش على البرنامج، كان على الفيلم. على الفيلم الاخير بتاع نوم الثلاث. يوم الثلاث كويس، بدل ما يتكلم عن الفيلم او يقول رايه، يقول فيلم عظيم او طارق مش شايف فيلم كويس، قال لك لا. طب اوكي. بعد كده حصل على الواتساب، كان في امريكا فبعت لي وبعت له وقلت له هل تنسى ان انت وانت لسه بتطالع دور صغير قوي في وجهات نظر محمد صبحي، انه اللي انت قلت عليه حاقد كتب عنك؟ هل تنسى وانت لسه في البدايات كتبت عنك بورتري وانتقدتك في حاجات يعني انت عايز تقول لي الفنان عايزك قناك تكتب عنه بشكل ايجابي طول الوقت، لما هو يمكن كل الفنانين مش كده؟ الحكايه دي الحقيقه نسبه كبيره كده، هو استرجع نفسه وحس انه خطا انك انت يعني تتهم انسان بالحقد عشان قال على فيلمك. ربما ده مثلا ياخدنا لمنطقه ان طارق الشناوي لما بيمسك شخصيه برضه يكيل لها النقد الشديد، زي نقيب الممثلين يعني اشرف زكي، انت بضراوه دائما بتهاجمه استاذ. عايز اقول لك حاجه، ده اشرف زكي كان رافع عليها دعوه. ما هو ده بياكد كلامي. 2008 لا ده هو كان ناسي. 2008 في حاجه في القضاء، يمكن انت معلوماتك تبقى احسن مني. القضيه بتقعد من 2008 لغايه 2015، لا انت عارف حاجه لو انت رفعت ولا انا عارف حاجه. تخيل انت، انا فوجئت بقى النقابه بالسبعين، انت عارف دلوقتي بين عندنا في النقابه نقابه صحفيين، النيابه بتحولك يبقى لا مستشار مجلس الدوله، وبعد كده ممكن الموضوع يروح القضاء او تدان في النقابه يعني. نعم. ففوجئت بيهم القضيه محوله، ايه يا جماعه ده رفع عليك سب وقذف علني سنه 2008. اشرف ما كانش يعرف، فنزل خبر فاقسم لي انه ناسي وانا مصدقه وانه ما يعرفش، بس هو رفعها وتنازل عنها. هي كانت متعلقه ان انت نقدته لما عمل قرار في 2008 حكايه الفنانين العرب انك انت تقنن وجودهم. فانا وقفت ضد القرار ده بدراوه، فرفع عليا دعوه. بس انت وقفت ايضا ضد ان اشرف زكي يطلع في برنامج مقالب زي ما طلع مع رامز. صح، شوف بقى جلال. هو الراجل تنازل عن الدعوه حبا فيا. طيب، ورغم ذلك لما عمل حاجه تخالف قناعاتي اتكلمت ضده. ايه يعني لما يطلع اشرف زكي في برنامج مع رامز جلال؟ مش على عيني وعلى راسي، بس ما يبقاش ينفع يبقى نقيب ممثلين وعميد المعهد العالي للفنون المسرحيه ويبقى مطلع بيان السنه اللي فاتت زي الايام دي، وطلع قاله بنفسه في العاشره مساء مع وائل الابراشي ضد الفنانين اللي بيشتركوا في برامج مسيئه، ويطلع هو والفنانه زوجته الفاضله روجينا في برنامج مسيء. ما ينفعش، وهو مطلع بيان خد بالك. وهو له يعني انت انتقدت فيه حاجتين، وله صفه اعتباريه، انه نقيب ممثلين بصفه اعتباريه يعني النقيب بتاعنا يعني يحيى قلاش بيمثلنا بشكل او باخر، ما ينفعش يطلع في برنامج مقالب عشان هو بيمثلني. لكن انا لو طلعت في اي حاجه ممكن، طلع مقالب ممكن تعدي، انت ممكن تعدي. لكن النقيب لا، النقيب لا. علشان كده انت له صفه اعتباريه، له صفه اعتباريه. فازاي له صفتين الحقيقه كمان، خد بالك ده عميد المعهد العالي للمسرح. يعني انت بتقعد قدام الطلبه وتدرس لهم وانت القدوه، يعني ما اعرفش ازاي الفلوس بيبقى لها تاثير يا استاذ طارق. الليمبي قال لك ايه؟ قال ايه؟ الجنيه علم على الكرنيه، او غالب انت يمكن يمكن علم تبقى اوقع على الكرنيه. بس فهو رايي كده، هي حكمه الليمبي في الاخر هي اللي انتصرت، هي اللي انتصرت. وبتنتصر على كل الفنانين اللي بيشاركوا في المقالب اكيد، لان انت عندك خط رجعه انك ما تمضيش، بس مش هتقبض. هو فاكر انت اثار الحكيم اثارت المشكله من سنتين، فاكر حاجه زي كده في حكايه البحر، قرش البحر، زعوا الحلقه ولا ما زعوهاش؟ ما زعوهاش. ليه؟ عشان هي رفضت. بل هي طلبت اظن بشويه فلوس، اظن كان في مشكله على الفلوس كمان. يعني طلبت بحاجه، خدت حاجه برضه. يعني فانت كان ممكن يا اشرف تاخد الحاجه كمان، مش هتطلع خاول وفاض، بس مش هتاخد الحاجه الكبيره، وبالتالي ما تعرضش. بس طيب ده لو صدقنا ده، لا مع تصديق انه ايه مقلب بجد. ده في حاله انه مقلب، يعني خلينا نمشي معاه حتى اخر لحظه انه مقلب. حتى دي لها
مخرج. عايز اكلمك على دراما رمضان. هي ليه الناس حاسة ان دراما رمضان اختلفت عن دراما من 20 سنة؟ صح. بمعنى احنا فاكرين الاسرة المصرية لما كانت بتلم على مسلسل ابناء الاعزاء، شكرا، فاكر طبعا طبعا طبعا، فاكر برج الحظ محمد عوض، حاجات بهذا الشكل، وحاجات لصبحي كان بيعمل، وحاجات لصبحي سنبل وعم فؤاد. وعم فؤاد ليه الالتماد دي ما بقتش موجود دلوقتي؟ احنا اتغيرنا الزمن. لا شك، لا شك ان الدنيا بتتغير. الدنيا بتتغير يعني ايه؟ يعني يمكن ده يزعل الناس، يعني اسامه العكاشه ده صديق عزيز جدا جدا. اسامه لو عايش النهارده كويس بكل القيمه والقامه ما كانش هيبقى موجود في الملعب. يا الله، انا بضرب لك بمثل بحبه جدا. وقامه دراميه كبيره كبيره. ليه؟ لانه الايقاع اتغير، ايقاع الكتابه اتغير، ايقاع الاخراج، عشان كده تلاقي فاضل ما فيش مثلا، فاضل المخرج كبير قوي، الايقاع اتغير، اللغه اتغيرت. يعني قصدك مخرجين ايضا الفتره 80ات و90ات ما ينفعوش يبقوا مخرجين طبعا دلوقتي. طبعا حصل تغيير. ولما كانوا بيتواجدوا يعني اسماعيل عبد الحافظ اخر مسلسلاته هو اسامه كان المصراويه، ما كانش في وهج الحاجات اللي قبل كده، لا كان في هبوط في الوهج. رايي انه حصل تغيير في الابداع، سببه تغيير الزمن والمتلقي، سببه تغيير الاله. سبب الاله اللي هي ايه؟ ما انا هقول لك. علميا احنا اولاد الاله. بمعنى ايه؟ عصر الميكروفون غير عصر ما قبل الميكروفون، عصر السينما غير عصر ما قبل السينما، عصر التلفزيون وهكذا. بمعنى ايه؟ ام كلثوم ممكن تبقى في عصر ما قبل الميكروفون وتبقى ام كلثوم لانها صوتها قوي. عبد الحليم ينفع؟ ليلى مراد تنفع؟ لا. شاديه تنفع؟ نجاه تنفع؟ لا 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 لا. هل دول اصوات وحشه؟ اصوات عظيمه. في منيره المهديه كانت وهج لما جه الميكروفون بين ان الامور مش صوت بس، صوت واحساس. فبدا ام كلثوم تعلو، لان ام كلثوم زي ما قال عليها محمد عبد الوهاب، قال لك عندها الكمال والجمال. خد بالك، الجمال، الكمال ممكن في الصوت القوي، الجمال يبان في الميكروفون في الاحساس. السينما، لولا السينما ما كانش يبقى فيه اغاني ليلى مراد اللي انا وانت بنحبها. ال 28 فيلم بتوع ليلى مراد قدموا لنا ثروه غنائيه عظيمه جدا. انت عارف ليلى مراد كانت خجوله جدا. بدليل ايه؟ ان انت ما تلاقيش حفلات غنائيه. لها حفله واحده، وكانت عيني كل شويه ترجع. يعني انت لو رحت ارشيف الاذاعه وقلت لهم انا بعمل بحث دكتوراه عن اغاني ليلى مراد في الحفلات، ما تلاقيش ليها حفله واحده. حفله واحده، قول لي حفله انا سمعتها وحفله ثانيه بالكتير في الارشيف. لكن مش لكن كانتش مطرب. شوف بقى فريد مطرب حفلات، عبد الحليم مطرب حفلات. واخد بالك؟ طيب نرجع لدلوقتي، ايه اللي اتغير في الاله؟ ما هي الاله اتغيرت بقى، احنا في عصر الديجيتال. غير الدنيا، غير الايقاع، غير الوحده، وحده المشهد بقى وحده اللقطه. غير حاجات كتيره جدا، غير اداء الممثل. فبقى المخرجين غير الممثل بقى اللي بيمثل بقى له 20 30 سنه لازم. زي يحيى الفخراني ومحمود وعادل عندهم وكلام. قدره على التغيير، عندهم قدره على التغيير. زي امينه رزق. لا بعضهم عندهم، بس زي امينه رزق. امينه رزق انا شفتها على المسرح قبل الرحيل. تحس انها منى شلبي. مش امينه رزق. من فرط الايقاع. ما هي منى شلبي كممثله بتعبر عن ايقاعها، ايقاع الالفيه الثالثه. امينه رزق قدرت تسرق ايقاع الالفيه الثالثه. فاطمه رشدي اللي هي كانت نجمه المسرح. ليه فاطمه رشدي اختفت؟ فاطمه رشدي كانت النجمه وامينه كانت جنبها على اليمين. ايه اللي خلى فاطمه رشدي؟ فاطمه عاشت لغايه الثمانينيات وانا قابلتها. كويس، كانت في الظل. وايه اللي خلى امينه رزق تكمل؟ ان مع ان فاطمه زي ما قلت لك هي النجمه، هي اللي كان الفلوس تترمى تحت رجلها. دي كانت اسطوره فاطمه رشدي دي. ايه اللي فاطمه رشدي لم تلتقط ان الزمن اتغير؟ امينه رزق زي منيره المهديه وام كلثوم، زي منيره المهديه على الجانب الاخر. زي اسماء كثيره جدا تلاقي الوهج في مرحله. كنت ملحن، كنت مطرب، كل انواع الفنون بتتاثر بالزمن وبتتاثر بتغيير الاله مثلا كان في المونتاج. مع عصر ما قبل ايام الموفيولا غير عصر الديجيتال في المونتاج. الاساطين كبار المونترين توقفوا. ليه؟ ما قدروش يهدموا الاله. سعيد الشيخ الله يرحمه، رشيده رشيده عبد السلام الله يرحمها. كل دول هم عايشين. منير كويس. كل دول هم عايشين، خلاص فقدوا التواصل. طيب تعالى اخدك لمنطقه لمبدع وانت بتحبه وانا بحبه،
فنان كبير ومطرب عظيم زي محمد منير. اه ايه اللي يخلي مسلسل للملايين قاعدين منتظرين منير في مسلسل اول عمل درامي ليه على الشاشه؟ مظبوط. ويفشل هذا الفشل وانت حتى لا تذكره في كتاباتك؟ لا انا ذكرته يمكن ذكرته كده انه مسلسل لا قلت لماذا فشل، بالعكس قلت لماذا انتصرت شيرين وفشل منير. ولطيفه. طيب فذكرته اهو، تقولي ما ذكرتوش. طيب. لا يعني مش واقف انت قدامه كاعظم المسلسلات ولا ما انا عارف يبقى اعظم ازاي. انا باصص لمنير اعظم الفاشلين بس انا باصص لمنير يعني طبعا. لا منير قام وقيما. انا قلت حتى ازاي هو ضيع كده، قلت حتى في المقال انه منير بمجرد ياتي هلال شوال هيطلع في حفله الجمهور هيحتضنه وسينسى الهزيمه في المغني خلاص. المشكله عند لطيفه مش هتلاقي من يحتضنها. طب ناخد منير، ايه مشكله منير في المسلسل؟ مشكله منير ان هو استعجل على الكتابه. انا قلت سربعه انت وصفت الكتابه بالسربعه والاستهبال والاستعجال والاستسهال. انه حاجه كده اوام ما جاء. كان لازم تعرف الفكره دي لو رحت طارق العريان او شريف عرفه ممكن تبقى عمل ناجح. ليه؟ هيداره يعني منير مش هيبقى الممثل. هو مقدم محمد منير خلاص. حلو. ازاي يعملوها صح؟ مش ممكن يقبل احد انك انت في التترات تغني عن نفسك وتقول عمري ما خنت فني ولا فني خني ولا جمهوري خني ولا خنت جمهوري. ما ينفعش تطلع نفسك ان انت البطل المغوار الوطني. حتى كل هذه الصفات موجوده في منير. ما ينفعش هو يقولها بصوت عالي. يعني في حاجات كتيره ما ينفعش ان تقولها عن نفسك حتى لو تعمل برنامج ترويجي لنفسك. فما بالك تعمل دراما، فالدراما من شروطها الجاذبيه. ده افتقد الجاذبيه برغم جمال صوت منير ونجاح اغانيه، وبرغم احنا على المستوى الشخصي اصدقاء جدا. يعني منير كثيرا ما بيعزمني لحفلاتي وكثيرا ما في بيننا تليفونات، حفلات اقصد وبيننا تليفونات. انما يعني الحكمه تقول لك ايه؟ كلمته؟ لا هو كلمني قبل المسلسل. قبل المسلسل بس شو كان هكلمه على المسلسل؟ اقول له مسلسلك زي الزفت مثلا. انا معترض عليه. هو ما بيتصلش يقول لك لا انا كتبت رايي بس هو قال رايي. قال لك سالوه قال لهم اصدقائي من حقهم يقولوا اي حاجه. فانا عجبني. يعني انه ما قالش دول يعني انا زعلان، او قال لك اصدقائي دول اصدقائي ومن حقهم يقولوا ما يشاءوا. بس كده يعني قفل. طيب هل ممكن تقول لمنير لو كلمك يعمل مسلسل تاني ولا تقول له لا ما تقربش من الدراما؟ لا يعمل فكره تانيه، فكره ويجيب مخرج ويبقى فيه رؤيه دراميه. لكن اللي انا شفته لا في سيناريو ولا في رؤيه دراميه. لا لازم ممكن زي ما قلت لك في اسمين يقدروا يعملوا ده. طارق العريان وشريف عرفه كمخرجين، دول انا شايفهم يقدروا لان اليوم كمان في الفيديو كليب عملوا حاجات ناجحه جدا. دول يقدروا يعملوا له حاجه تبقى مظبوطه وما يستعجلش وما يقولش هعرض في 2017. لا براحتهم بقى 18 19 براحتهم. طيب لطيفه تجربة المطربة اللي عملت عمل درامي مسلسل. مشكلة لطيفة انها عملت المسلسل في وقت انطفاء. الناس كلها انت عارف عبد الحليم حافظ. طب ما لحظة، منير عمل المسلسل في وقت النجومية. مظبوط، بس عمله بيحكي عن نفسه. كويس؟ بيحكي عن منير وفي نفس الوقت ما كانش في توظيف للعناصر الأخرى. شيرين عملته في وقت النجومية وفي توظيف لشيرين. واخد بالك؟ توظيف بيتكلم عن مطربة تريد أن تغني. الجو العامل كان عامله محمد شاكر خضير المخرج كان جيد جدا. تامر حميد كان كاتب لها نص كويس. كان عندها عناصر هنا. انت شايف شيرين ممثله ولا إيه؟ مش شيرين ممثله؟ لا كويسه. لا مش ممثله. بس ربنا اداها حضور. حضور الحضور يجب بقى. على الشاشه حضور طاغي فيجب. يعني هي كمان مش بس ما بتعرفش تمثل. شيرين لو جيت اتحايلت عليها وقلت لها يا شيرين اتعلمي ان التمثيل ده فن وممكن نتعلم تمثيل ولا تاخد ولا تترك كلامك ده ليك انت، مالهاش دعوه بيك، هتمثل بطريقتها. يعني حتى غير قابله انها تتعلم. لكن اللي نفعها الحضور. الحضور الحضور زي ام كلثوم في افلامها. ما ام كلثوم ما بتعرفش تمثل. ولا عبد الوهاب ما بيعرفش يمثله. انما عود على كنت اقول لك على معلومه عبد الحليم. عبد الحليم امتى اتعمل لحن الوفاء؟ لحن الوفاء في غنوه اللي هي غنوه على قد الشوق. على قد الشوق اتغنت سنه كام؟ 54. لحن الوفاء كام؟ 55. ده معناها ايه؟ ان الفيلم اتعمل لما عبد الحليم حافظ كسر الدنيا واصبح مطرب جماهيري وعمل على قد الشوق فقرروا يعملوا له اول افلامه لحن الوفاء. معناها ايه؟ انك انت تصنع الفيلم وانت في الوهج مش في الانطفاء.
يبقى عشان كده لطيفه عملته في الانطفاء حتى لو كانت ممثله كويسه ما كانتش الجمهور هيقبلها. بس فما بالك انوشكا ما هياش مكسره الدنيا كمطربه لكن عندها نجحت في جراند اوتيل لكن هي ممثله. فما بالك بقى انك تكون مفتقد كمان فن الاداء. لطيفه ما بتعرفش تمثل، ادائها على الشاشه سيء جدا، وما اعتقدش يعني يمكن مخرج حاول سعد هنداوي لكن يمكن ده افضل ما يمكن. ادائها اللغوي كمان اللهجه وحشه قوي يعني بتخرجك بره المود، مع ان لطيفه من الثمانينيات موجوده هنا. شوف هند صبري بتأدي ازاي. طب لو حد بيشوفك دلوقتي على الشاشه استاذ طارق هيقول لك طب إش انت ازاي شايف ده في لطيفه ويوسف شاهين شافها في حاجه تاني من 20 سنه؟ بص الفيلم ده اللي انا طبعا يمكن بعصر الكواليس بس كنت هنصور بقى انت عارف كواليسه كانت ماجده الرومي في الاول وماجده في اللحظات الاخيره يعني معناها انت كنت كاتب فيلم لماجده وتعرف ماجده لها باع مع يوسف شاهين. وبدات من السبعينات كويس ففي اللحظات الاخيره ماجده تراجعت فاظن بقى يوسف عنده هدف انه يعمل ولازم مطربه فطرحت وكانت لسه بتتكلم على 20 سنه كان لسه في وهج كويس فقال لي لا انما لما سالت يوسف شاهين في حوار مسجل في الاوربت قال لي بقول له اسوأ افلامك قال لي سكوت هنصور جابي خوري جابي ابن اخته لا علشان البطله لا قال لي اسوأ افلامي ما قالش للتاريخ ما قالش اللي عشان البطله قال اسوأ بس يعني انت طالع في اسوأ افلامه يعني هو بيقول لك اسوأ افلامي بيحكي لي جابي خوري ابن اخته وشريكه في الانتاج. طب هتوقف لانهم عايزين نطلع فاصل طيب. فاصل قصير ونرجع نكمل قصه سكوت هنصور مع ناقدنا الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي. Thank you.
الفنية النادرة، رؤية فنان حلم بالمستقبل، اهتم بكل تفاصيلها، وده اللي خلى قيمتها تزيد مع الزمن، زي تمثال نهضة مصر اللي عبر فيه مختار عن حلم بلدنا. بنفس المنطق، حلم كل المطورين هو تحويل الأرض لمجتمع متكامل وآمن. لكن إنك تبني مجتمع متجانس برؤية واحدة وتفاصيل مدروسة، هي دي خبرة السنين. الفن قيمة راقية بتجمع ناس شبه بعض في مجتمع واحد، درسنا تفاصيله بعناية. جاليريا مون فالي هي الماستر بيس لمجموعة عربية بعد خبرة 25 سنة. جاليريا مون فالي، الاستثمار الحقيقي لعائلتك. على مساحة 36 فدان في أرقى مناطق 6 أكتوبر، حيث تتناغم ألوان الطبيعة الساحرة مع عبقرية التصميم والإبداع في كريك بارك. مية وعشرين ألف متر من المساحات الخضراء واللاندسكيب، روعة الفخامة. كريك بارك، للحياة إيقاع جديد. بجدد التحية لحضراتكم. حواري لا يزال متواصل مع الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. قبل الفاصل كان بيقول لنا أن يوسف شاهين قال له في أحدى البرامج أن أسوأ أفلامه على الإطلاق سقوط هنصور، بس ما قالش ليه. طارق الشناوي شايف أن ده بسبب وجود لطيفة بشكل أساسي، المطربة لطيفة، وعلشان كده هو شايف أن مسلسلها السنة دي سقط بسببها. كلمة سر. لا لا لا، بس الفيلم سقط لانه فيلم فاشل على مستوى الكتابه. يعني ما طب المسلسل بتاع السنه دي ساقط علشان مستوى الكتابه؟ على كله بقى، كله. ومنهم لطيفه المفروض انها تقنجة انت بتجيب المطرب ليه؟ عشان يعلب المسلسل زي شيرين كده. لا ده هي اصبحت ثقل، عبء على المركب العمل. اللي اساسا ضعيف ومخروم، في حته مخرومه، فهيسقط هيسقط هي. بس ما تقولهاش روحي لشريف عرفه او كده. لا ولا هيعمل معاها حاجه. ولا طارق العريان ولا كونسولتو اللي هو نفس اللي انت قلت او بتقوله لمحمد منير. لا لا مش هينفعه. هو هي تجربتها في التمثيل سيئه، والمره دي سيئه جدا. جدا. المره دي سيئه جدا. وانا بتصور انه المخرج اكيد حاول يطلع افضل، وده كان الافضل، ما قدرش يعمل اكتر من كده. طيب تعالى اخدك لنجمه عملت دور عمرها في الملكه نازلي. وفاء عامر طبعا، دور وفاء ممثلة موهوبة ما تقدرش تنساه. لا 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 طبعا. فين وفاء السنتين ثلاثة اللي فاتوا؟ بص انا يعني ليه الدراما او المنتجين ما اقبلوش عليها؟ بس تنساش ان جوزها منتج. ماشي، يعني عايز اقول انه مش محتاجة المنتج. ماشي، يعني هينتج لو ينتج لها. لا فهي ليه هي خارج؟ هي اكيد بارادتها بالمناسبة، لان لو هي مزنوقة قوي جوزها هينتج. وبالذات ان هي لا تزال اسمه موجود،
فهي دي المشكلة. أتصور كده هي مش عايزة تكون موجودة. طيب معايا على التليفون الفنان الكبير هادي الجيار اللي عمل دور كبير في مسلسل الأسطورة. مساء الفل أستاذ هادي. مساء النور والسعادة يا أستاذ محمد، أنت وحشتني جدا جدا. كل سنة وأنت طيب يا جميل. ألو. أيوه، سعداء برجوعك لدراما رمضان. ربنا يخليك، كل سنة طيب، والأستاذ المستمعين كلهم بخير يا رب. وأستاذ طارق الشناوي معايا في الاستوديو بيقول لك كل سنة وأنت طيب. هو طيب وخير وسعيد. كل سنة وأنت طيب يا هادي. وأنت طيب يا باشا. كلمني على ظهورك في مسلسل الأسطورة أستاذ هادي. لا أنا نفسي أسمع الأستاذ طارق. نفسي أسمع الأستاذ طارق. طيب. جملة. جملة متعلقة بإيه؟ بدوره في مسلسل الأسطورة. بدورك ولا بالمسلسل؟ لا دوري في المسلسل. لا انا قلت المسلسل نغمه شعبيه، انا ما جبناش سيرتك خالص لسه. واخد نغمه شعبيه. طيب. وانه محمد رمضان مش في احسن حالاته كممثل، لكن ربنا اداله جاذبيه جماهيريه طاغيه. انت عامل دورك كويس بالمناسبه. هادي عامل دوره كويس. يعني ودي حقيقه يا استاذ هادي. انا متشكر جدا يا استاذ. لا دي حقيقه. هل انت بتنتظر يا استاذ هادي اراء النقاد ولا اراء الجمهور؟ الاثنين. طب رأي مين اهم؟ انا لو فنان بصراحه يهمني راي الجمهور. حاليا الزمن ده يعني الجمهور. لان راي النقاد ممكن ما اكلش عيش، ولا انا غلطان؟ لا مش مسالتك ليش. مسالتك ليش. ممكن النقد يكون ما شافش الدور، ممكن النقد ما يكون شاف جزء بس من الدور. نعم. ممكن يكون النقد شاف جزء من المسلسل، لان النوع ده مسلسلات ما بيعجبوش. نعم. ممكن يكون الممثل ده ما بيحبوش. وانا ده بيحصل لي كتير، الممثله دي ما بيحبهاش. هو في ناقد بيكتب بناء على حب وكره يا استاذ هادي؟ في مصر كتير. الحب والكره جدا، وده لطيف جدا، وده عالمي. انا على فكره الالفاظ بقت فيه الفاظ دلوقتي بتتقال عجيبه، اوصاف ايه تسمحها. ده عالمي. ممثل عالمي. ده خطر، ده ممثل خطر، ده ملوش حل. ده ممثل مش عارف كده ايه ده، في ايه. يمكن يكون عمل دور حلو ولا دورين. لما تقول عليه بقى ده عالمي، ده ما حصلش، ده خطر، ده لا بقى بيبالغوا قوي. طيب انت دلوقتي بتعمل في مسلسل جماهيري، وهو تقريبا المسلسل الجماهيري تقريبا رقم واحد من وجهة نظر الاسطورة، يعني مصر كلها بتتفرج عليه او الشعب او الجماهير. حضرتك كنت قاصد ده، يعني ان انت تكون متواجد في مسلسل جماهيري احسن ما اكون موجود في مسلسل مش جماهيري بس يعجب النقاد؟ صدقني انا ما كنتش مخطط لاي حاجه. انا اتفاجئت ان محمد سامي اللي بيكلمني ان المسلسل مع محمد رمضان. فبيني وبينك اتوهمت لسبب بسيط. ان محمد رمضان ليه جمهور عريض جدا. محمد سامي مخرج معروف ومشهور وليه اعماله المميزه. وانا اول حاجه قلت له انا حلقاتي عددها قد ايه يا جماعه؟ قالوا لي من اول حلقه لاخر حلقه. حسيت ان انا يعني وقعت حسبيس. لازم في الجو اللي انا عارفه ان انا هدخله ده لازم ابصم كويس جدا جدا، لان انا مع جمهور عريض جدا هيشوفني بتاع محمد رمضان. نعم. فلازم يحكم عليا كما كمان هو كم هو متخيلني لو انا رحت مسلسل محمد رمضان. فاهم حضرتك؟ نعم. ما تكونش ايه انا عامل له مفاجاه تاذيه. ايه ده معقول هادي جاير بيعمل كده؟ ازاي يعمل كده؟ لا انا هادي جاير برضو ازاي اروح اشتغل في مسلسل محمد رمضان واكتسب حب وجماهيريه جمهور محمد رمضان كمان. ما هي دي مظله جماهيريه، دي مظله. يعني في نجوم زي محمد رمضان، في نجوم زي محمد رمضان زي عادل امام يعملوا مظله جماهيريه. له مظله جماهيريه مضمونه. بغض النظر تختلف او تتفق على ما يقدمه هو عنده ده. بس انا عايز اسالك سؤال شويه كده. لو افترضنا جدلا في نفس الوقت، وانا عارف انك قارئ جيد، جالك مسلسل افراح القبه وجالك مسلسل الاسطوره، وكان في تعارض وعليك ان تختار مسلسل واحد، تختار ايه؟ ليه السؤال المحرج ده؟ طيب ما هو سؤال محرج عشان كده تعمدت ان انا اساله. هيختار الاثنين. لا ما قلت له بيتعارض، في تعارض، في تعارض. انا نفسي واختار الاثنين. ما هو في تعارض، في تعارض، في تعارض في وقت التصوير، يجب ان تختار. يكون في تعارض، لان انا عارف انا ده
انا نفسي اعمل المستوى الفكري ده والفن ده. انا لاحظ من اولها كده من البدايه انا بعمل نص نجيب محفوظ ان شاء الله. عشان كده انا ايه انا قلت له عشان انت هتفهم. لا اصل واحد تقول له افراح القبه يقول لك ايه افراح القبه على الاسطوره وخلاص بتخلص لكن لما تقول لهادي الجيار افراح القبه هيفهم، محمد ياسين هيفهم نجيب محفوظ ان في حاجه هنا وفي حاجه هنا. بس طبعا عشان كده هو سؤال محرج. انا قلت لك عشان كده عليك ان تختار. انا قلت لك ده محرج جدا لما بتخيرني ما بين يعني مش النجمه دي ولا النجمه دي، ما هو الاثنين نجوم. ما اقدرش يعني اتمنى طبعا محمد ياسين واستاذنا الله يرحمه نجيب محفوظ ومنى زكي لا طبعا وروايه بالقوه دي اتحط في الحكايه دي. وتقول لي مسلسل محمد رمضان، اقول لك اتمنى اتحط في مسلسل محمد رمضان اكتسب الشعبيه دي كلها والجماهيريه دي كلها. انا محتاج الاثنين، المكسب الجماهيري والمكسب الفني. والاثنين على فكره هم دول اللي بيوزنوا الفنان يا استاذ طارق. نعم. هو محقق قد ايه جماهيريا ومحقق قد ايه فنيا؟ بص في نجوم يعني ايه؟ يعني محمد رمضان رهانه الحقيقه التيمه الشعبيه وناجحه جدا مع الناس. انا متصور مع الزمن هو لازم هيطور اختياراته لان هو ذكي وموهوب. هيطور اختياراته. خلي بالك عادل امام بدا كده برضه، المتسول وشعبان وراجع عادل كتير من اختياراته والمحفظه معايا يعني بعد كده عمل عادل حتى اختياراته في المرحله الاخيره اختيارات. طب خليني اشكر فناننا الكبير الاستاذ هادي الجيار ودائما تمتعني. عايز اقول حاجه. اتفضل محمد. عايز اقول حاجه لو سمحت. اتفضل. استاذ محمد رمضان متنبه جدا بالحكايه دي من ابتداء من الموسم ده، يعني يعمل مسلسل تيمه شعبيه لمسلسل في رمضان. وانا اتخضيت لما عرفت ان هو عايزني معاه وعايز استاذ بدوس معاه. يبقى اذا ده ممثل ان هو هيعمل تمثيل جيد ويعمل موضوع جيد الى حد ما. نعم. يعمل موضوع جيد وعايز يعمل تمثيل جيد، ويقول لك طب طالبنا انا ليه؟ او طالب فردوس عبد الحميد ليه؟ نعم نعم مظبوط؟ نعم. يبقى دي بدايه ان هو ابتدى يبص للمساله بشكل ثاني، وانا بحييه على الحكايه دي. وانا قلتها له واحنا قاعدين واحنا بنصور في مسلسل، قلت له انا واحد من الناس اللي غلط فيك وفي حقك، لان انا كنت فاهم ان انت كده زي افلامك. لكن انا اتضح لي دلوقتي ان مشكلتك انك انت عملت ادوارك دي باتقان شديد جدا لدرجه ان الناس فاكراك انك انت كده وانت مش كده. ننتظرك رمضان القادم وكل سنه وانت طيب استاذ هادي الجيار. متشكر جدا جوز. وكل سنه وانت طيب. تسلم لي حبيبي. طيب وخير استاذ. الله يخليك. اتفضل. ارجع لفكره، خلي بالك هادي الجيار فنان مثل مع عادل امام ومع محمد رمضان، وخد بالك هادي والاثنين جماهيريه مدرسه المشاغبين. كانوا هم خمسه. احمد زكي وعادل امام كلهم خدوا البطوله الا هادي ويونس هو اتاخر. بس التاخير ده ما كانش ضده الحقيقه، لانه في الاخر راهن على الممثل. فضل موجود كممثل، فضل موجود كممثل بديل اهو، موجود دايما في كل سنه بشوفه مسلسل او اثنين. انا ما اعرفش كان له حاجه ثانيه ولا لا. طب واحد زي هادي مثل مع عادل امام ومثل مع محمد رمضان، تحس ان هو برضو يقدر يطلع اللي جواه ولا يعني الاثنين على درجه واحده، ولا يدخل التمثيل مع محمد رمضان بدرجه اكثر؟ انا رايي ان محمد رمضان بيدي مساحات دراميه اكتر من عادل اللي معاه. احنا وصلنا لمحمد رمضان كده نجم. وبقى بيقول ده ياخد وما ياخدش مساحه. طبعا طبعا هو افتكر ان في حاجه بتتم بعيدا عن النجوم، هم الذين يملكون العصمه. العصمه ده كلام حتى بصغر سنه ده. خلاص هو اول نجم في عمره وهو لم يبلغ ال 30 يبقى معاه العصمه في القانون. ليه؟ لانه زمان يحيى الفخراني كان بيحكي لي اسامه سالته مره انت كان قلت له ايه علاقه بين اجرك وبين اجر يحيى زمان؟ قال لي انا كنت باخد اكتر من يحيى لما بدانا في الحلميه، انا كان اجري اكبر من يحيى ككاتب يعني في الحلقه. شوف بس مع الزمن يحيى بقى بياخد 10 ولا 20 ضعف اسامه. لما بدانا هنا معناها ايه؟ ان القانون بدا يتوجه للنجم مش للكاتب. فاكر انت زمان يقول لك ايه؟ اسامه انور عكاشه وسمير عبد الحافظ يقدمان الحلميه يحيى الفخراني كده. دلوقتي بتقرا ايه؟ يحيى الفخراني في محمد رمضان فيه. ومش بس محمد رمضان ده، مطلع المرتين الشخصيتين لو ركزت على التتر هتلاقي الاسم نازل مرتين ولا توجد اسماء اخرى. التتر ما بيتعرضش ده من ضمن الكوارث، بيكتفوا باسم محمد رمضان. بقيت انا كنت عايز اعرف حاطين فردوس فين، يعني عايز اعرف الاسماء. ما عرضوش اسماء خالص خالص، يمكن مره في الاول. عندك تفسير؟ طبعا عشان يوفروا الوقت للاعلانات. انت في الاخر ما هي عشان كده بقت الدنيا دنيا اعلانات وفلوس. فمحمد رمضان قوته انه نجم جاذب للاعلان اللي هو اساسا يعني الجمهور،
وبالتالي من حقك تاخد اعلى اجر وتعمل اللي انت عايز تعمله. تجيب بقى مره هادي، تجيب مره فردوس، ممكن نبيل عبيد يجيبها مره، ناديه الجندي. وانا رايي ان ممكن فرصه ليهم هما الاثنين يجوا. يعني بقت فكره محمد رمضان واصلين لمرحله ان هو حط رجل على رجل، هو اللي بيحدد مين يجيب ومين ما يجيب. طبعا طبعا يقدر يجيب. شوف انت فردوس كانت دايما هي البطله، صاحب العصمه. آه. مش كاتب، وهي بتجيب الناس وهي اللي تحدد. النهارده اللي جابها رمضان. بس اللي هو فردوس ومحمد، فرق الزمن بقى، فرق الزمن خلاص. اصبح رمضان هو اللي بيجيبه. وتقرا في الحديث تقول زي اي ممثل صغير، انا كانوا مخوفيني اشتغل محمد رمضان. كنت بقى انت فردوس بقالك 30 سنه على الاقل نجمه في تلفزيونيه وموجوده في مع محمد فاضل، تفكري تخافي من محمد رمضان؟ فقريت حاجات انا بستغرب. اصل ده التعبير ممكن تلاقيه ممثله صغيره، لكن نجمه كبيره وفنانه كبيره تقول لك خوفوني. لما قعدت معاه حسيت انه طيب وكويس. ايه ده؟ بذمتك ده ينفع؟ لا مش رايحين نناسبه، رايحين لا لا لا. وبعدين لا، انا لما اكون كبير انا مش ممكن اتخيل نفسي مثلا خايف اقابل حد ولا رئيس الجمهوريه، اخاف ليه؟ بس هل فعلا محمد رمضان وصل لدرجه من التقمص انه اقنع الناس ان هو كده هذه الشخصيه؟ لا لا لا، هو تقصد حاجه ثانيه، تقصد ان هو ديكتاتور، ان هو عنيف، ان هو ممكن يعني يسخر من حد. اظن هو ده المعنى، مش النحبيشه يبقى هو محمد رمضان. عادل امام خد وقت عشان يوصل للمكانه دي طبعا، انه يبقى البطل رقم واحد. عدل، بس محمد رمضان ما خدش الوقت ده لان الدنيا اتغيرت. الفضائيات عملت سرعه غريبه جدا. بس قبل الفضائيات ان محمد رمضان مشواره بسيط، اربع خمس افلام. ما ده عايز اقوله. وبعدين عمل عبد موته. راحوا مراجعين لفيلم قديم له كان عامله زمان في سنه 2010، عرضوه كان مش عارف واحد صعيدي او حاجه زي كده. كان فيلم قديم، درجه نجاحه وصل لهذا القدر. هو فتره وجيزه لمس معنا. امتى؟ بص بقى، الايقونه في ناس، في فنان يبقى ايقونه زي سعاد حسني. سعاد بدات بطله من اول فيلم حسن ونعيمه مع محرم فؤاد. هي نعيمه خلاص، هي النجمه، واخد بالك؟ في ناس ربنا بيديها وهج اشعاعي من اللحظه الاولى. هو هو رمضان ينطبق عليه. في ناس تراكمي. عادل امام بدا من سنه 60 او 62 لحد 70 مدرسه المشاغبين. ايوه 79 كان عمل بطوله الفيلم بتاع رجب فوق صفيح ساخن. 19 سنه. محمد رمضان ما خدش ده. لا لا لا، علشان ايه؟ الميديا اتطورت والفضائيات والكلام ده. قلت لك جزء انتشار، بس في جزء قبل الانتشار الفضائي. اصل الفضائي ده بقت في لحظه كل العالم العربي يشوفك. الغنوه، هل دي فيها حاجه اسمها ربنا ومش ربنا والقبول ومش القبول؟ ما هو القبول، ما هو القبول، ما هو ربنا طبعا كل حاجه، والكاريزما ربنا، والموهبه ربنا. يعني اذا ارجعت لربنا يرجع لها كل شيء. لا انا قصدي بعيدا عن الموهبه، يعني انت قلت لي شيرين مش ممثله صح، بس عندها قبول على الشاشه العالي جدا وقبل ونجحت. طبعا طبعا. القبول، خد بالك اسماعيل شبانه وعبد الحليم حافظ. اسماعيل شبانه لما تسمعه صوت صحيح جدا وصريح جدا، وعبد الحليم لمحه من اخوه، ده اخوه كبير. طب افتكر لي غنوه لاسماعيل شبانه؟ ولا حاجه. هو ليه غنوه اسمها احسن ثلاثه بحبهم ابني وبنته وامهم، فاكر انا كده؟ لا بس بس يعني عايز اقول. ولما كنت انا كنت اعرف عبد العظيم عبد الحق. عبد العظيم كان زميل عبد الحليم حافظ في معهد العالي، كان اسمه معهد العالي للدراما الموسيقيه اللي هو الموسيقى يعني. فهو كان زميل عبد الحليم وكمال الطويل وعلي اسماعيل وفؤاد حسن وفايده كامل، كل طبعا عبد العظيم اكبر منهم. انما قلت له انت ليه ما لحنتش لعبد العظيم؟ قال لي لعبد الحليم. قال له الحليم ده صوت؟ عبد الحليم الصوت. يا نهار ابيض. قلت له مين الصوت؟ قال لي صوته اسماعيل. فعايز اقول هنا ان ربنا بيشع حاجات تانية جنب الصوت. طبعا انا مش مع عبد العظيم عبد الحق في اللي بيقوله، لكن امكانيات عبد الحليم الصوتيه ربما ما هياش امكانيات محمد قنديل او اكيد، ولا امكانيات اسماعيل شبانه اخوه اللي عاش في الظل. مات وعاش في الظل، انما بتبقى حاجه تانية. استاذ سارق خليني اخدك لمنطقه البرامج. ليه اختفت البرامج في رمضان؟ ده سؤال غريب انا مستغرب له جدا. فجاه كان كل محطه لها برنامج ونتفرج عليه. يعني مفيش برامج. نشان من بره. ويجيبوا السنه دي مفيش برامج. انا دي معناها ايه؟ هل النجوم فلسوا ولا الدراما هي اللي طغت؟ ولا النجوم يعني البرامج، النجوم ما عادش عندهم حاجه، قالوا كل عندهم، اسالوا كل حاجه. اللي بيشرب مخدرات قال لك شربت. اللي عمل علاقه مع واحده قال لك عملت. اللي اتجوزت من ورا امها وابوها. ولا برامج المقالب هي اللي شدت الناس؟ ما هو كنت بتكلم عن برضو ثلاث برامج مقالب برضو، مش العدد. لا يكون زمان كان كل قناه دايما كل سنه بتعرض لك برنامج. برنامج برنامج فيه حد بيتكلم. اختفى ايضا المسلسل بتاع السيره
يعني ام كلثوم ده مهم جدا. الشعراوي حصل تشبع بقى هنا. ليه بقى؟ ليه اختفت المسلسلات السيرة؟ انت جيت في مره سنه بتعمل سعاد حسني وعبد الحليم اتعرضوا في نفس السنه لو انت فاكر، تقريبا كان 2008. هتلاقي عند سعاد حسني في صلاح جاهين، وعند عبد الحليم في صلاح جاهين. هنا في محمد عبد الوهاب، لان سعاد برضو كان في نجوم مشتركين. لان الفتره الزمنيه متقاربه واحد. الفتره الزمنيه شفناها بقى لما تيجي تعمل تحيه كاريوكا هتلاقي اسماء كتيره. فلاقوا ان الدنيا كلها اتكررت، فيجي تقول له عايز اعمل مسلسل عن مصطفى محمود. خالد النبوي بقاله 5-6 سنين على الاقل، وله صور على اليوتيوب هو متقمص. طب فين المسلسل؟ خلاص حصل تشبع. ولا عايزين محمد عبد الوهاب ولا عايزين رشدي اباظه. حصل تشبع عند الجمهور بالنسبه للسير الذاتيه. طيب فين المسلسل الديني؟ الديني احنا عملنا اسوء مسلسلات دينيه في الفتره الاخيره، يجب ان نعترف. ما كانش حد بيتفرج عليها. يعني انا مش هاخدك لقديم لا اله الا الله محمد رسول الله بتاع انت بتتكلم اخرنا الحلو. كان متولي الشعراوي. انت كان سنه كام؟ تستغرب. هو ده سيره ذاتيه في 2000 باين؟ اديك قلت يعني من كام سنه؟ 16 سنة. شوف من زمن قديم. بس كان معانا نور الشريف، هارون الرشيد. لا ده قبل. عمرو بن العاص. لا قبل. ما انا عارف قبل. انا قصدي كان في مسلسلات بعد كده في فشل، بتكلم حصل فشل من 2000 لغايه 2005 2007. مسلسلات انت نفسك مش فاكرها كويس ولا انا فاكرها، وميزانيات ضعيفه، وبيجيبوا اسوأ الكتاب واقل المخرجين اللي بياخدوا فلوس، وعلبوا مسلسلات فما عادتش تؤتي اكلها. لدرجه انه ظهر ببرس اتعمل مسلسل مصري ساذج ومسلسل سوري مبهر في نفس السنه. طبعا ده كانت تجربه عمليه واضحه المعالم، اكدت ضعفنا في التاريخ. ليه انا هاخدك لمسلسلين اتشافوا على اليوتيوب، ومريم ويوسف. ايران هنا داخله في اطار الممنوعات التي يعني يصر عليها الازهر الشريف. انت عارف ان مسلسل عمر ده انتاج مين؟ انتاج الام بي سي، يعني السعوديه، مش كده؟ يعني سنه. طب مسلسل عمر، شفت سيدنا عمر ولا ما شفتوش؟ شفت علي ولا ما شفتوش؟ عثمان، ابو بكر، وهكذا، شفت كل هؤلاء، مش كده؟ انت عارف لو قعدت مع الشيخ الازهر وقلت له عايزين نعمل يا مولانا عن السيده اسماء، ما تقولوش عمر، هيقول لك لا ممنوع. عن السيده عائشه، هيقول لك لا ممنوع. تقول له طيب السعوديه عملت، يقول لك لا ماليش دعوه. يعني مشكله العمل الديني النهارده جزء منه التجسيد للشخصيه من الازهر، وبشكل حتمي ولا يريد اي اعاده نظر. مساله غريبه جدا، الدنيا كلها بتعيد النظر. يا جماعه نعيد النظر، نفكر. مفيش، ما بتكلمش على تجسيد النبي، بتكلم على الخلفاء اللي تم تجسيدهم بالفعل. اللي هم شاء وام ابوهم بشر في الاخر. وشفناهم. انت دلوقتي عايز تعمل مسلسل ديني، هتقول انت عارف ايه؟ يقول عمر، يقول علي. يقول وده بيفقد الدراما طبعا، لان انت بالذات بعد ما شفتهم. والمسلسل انت عارف اتشاف كويس قوي، وهكذا. في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم وصديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. كل سنة وانت طيب. وانت طيب، شكرا جزيلا. ورمضان كريم عليك. الله أكرم. حلقة انتهت معاكم، كل سنة وانتم طيبين.